رشا، محطتنا الأخيرة رح نحكي فيها عن المعايير والأسس لاختيار شريك الحياة. طبعا. وهذا الموضوع كتير بنشوفه، يعني بنشوف النصائح البنات لبعضهم والأمهات، رح نحكي أكثر. ما هي النصائح أحيانا عم تكون سلبية أكثر ما تكون إيجابية، ما فينا اليوم نعمم أي تجربة على شخص ثاني يعني، بس السؤال أنا ما بعرف إذا عن جد نحن اليوم قادرين نحط شروط ونمشي عليها. صحيح، انت كان عندك وجهه نظر انه هي حظ، يمكن حظ. موضوع الزواج اكثر من معايير معينه، هذا الشيء اكيد رح نحكيه ونطرحه على ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه مريم الحاج عثمان. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلين. هلا. اليوم عم نحكي بموضوع كثير مهم وهو اساس العلاقات الاجتماعيه، نجاح الفشل، اساس الفشل والنجاح بالحياه، ان كان للاطفال او للاسره. اليوم الصبيه وقت بدها تروح لموضوع الزواج والخطبة وهي الأمور، بدنا نحكي عن شروط، في أساسيات بموضوع الزواج، في أساسيات مفروض اليوم هي تفكر ضمنها، أنه أنا شريك حياتي مفروض يكون من هاي الناحية بهذا الاتجاه ومن ناحية تانية لا. تمام. في معايير؟ هلا أكيد في معايير، وإنما خلينا أول شيء نعرف شو هو الزواج، لأنه في فكر مشوه شوي للزواج أو في مفهوم مشوه للزواج. شو الزواج؟ الزواج هو مؤسسة تشاركية قائمة على العقل والعاطفة، طبعا بيتشعب منها كتير أمور، من المسؤولية أكيد. من الإخلاص، التعاون، المحبة، التفاهم، وكتير قصص فيها تشعبات كتيرة. هي كمان هو الزواج هو حاجة إنسانية ضرورية، وخليني أقول نحن حاجتنا للآخر بهرم ماسلو هو الدرجة الثالثة، حاجتنا للآخر، لما بشوف حالي بالآخر، بكون الآخر مراية لي، وخاصة بشريك الحياة أكيد لما بيكون المراية هي حتعكس لي، إذا عكست لي شيء جيد فنفسيتي حتكون جيدة، وإذا عكست لي شيء سيء سلبي. أكيد أنا أكيد حكون شيء سلبي أو سيء، فهي يا بتبني يا بتهد. فأنا كتير مهم أني أعرف أنه هذا الزواج هو مشروع، مشروع العمر، لكن مشروع العمر مو مشروع صغير، مشروع العمر مثل أي مشروع. أنت لازم تدرسي منيح وتكون عندك دراسة وافية وكافية لهذا المشروع، وهو قابل إما للنجاح أو للفشل. فأنا لازم أحط هدول المعايير بعين الاعتبار، بس كل ما كانت الدراسة بهذا المشروع معمقة أكثر وفيها وعي وفيها شغل أكثر ودراسة كافية أكثر، كل ما كان نسبة الفشل لا قدر الله تكون قليلة أقل بكثير مما بأي مشروع ثاني أنت داخلتي. تمام. بيقولوا إنه لكل زمن ناس معايير لاختيار الشريك الحياة اختلفت. نعم. بين الماضي وهلأ برأيك، خصوصا بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ هلأ هي أكيد اختلفت، كان زمان شيء وصار شيء تاني، خاصة للأنثى. شو المعايير؟ كيف كانت؟ هلأ خليني أقول المعايير، مثل ما قلت لك أنه في معايير نحن للزواج نحن عنا إياها مفهوم مشوه، أنه لازم كانت البنت مثلا تتزوج لأنه هي بعمر الزواج، لازم أحسن ما يفوتها بقطار، أو لازم تتزوج الشاب والبنت لازم يتزوجوا للإنجاب لأنه لازم يجيبوا أولاد. هو نعم حاجة أساسية بالزواج، لأنه البنت نهايتها لعبت زوجها. تمام. هي حاجة ضرورية للزواج سعيد، ولكنها مو أساسية، يعني ممكن يكون زوجين وما أنجبوا ولكن زواجهم ناجح بكل المقاييس وبكل المعايير. في كمان ممكن تكون انه انا مو بس اني انا كبنت اني انا اتزوج، اني انا لاني ما يقولوا عني عانس فهي الكلمه تلاحقني طول حياتي. في كمان شباب بيتزوجوا بدي اشوف خلفتك، بدي اشوف احفادي، فهون هون المفاهيم للزواج عم تتشوه. انا بدي لما اتزوج اتزوج لابني اسره، لابني مؤسسة، لابني استقر. تماما لاستقر، لحتى تكون هي المؤسسة نواة إلي ولأطفالي. كثير مهم لما بدي اتزوج اني اختار انا الام اللي بدها تكون ام لأطفالي واب لأطفالي، هل يصلح ولا لا؟ هدول المفاهيم اذا كانت مشوهة نحن بنتزوج لانه اجاني عريس منيح، لقطة مريح، لقطة رح يريحني، عنده سيارة وعنده بيت وعنده رصيد بالبنك وأنا هذا اللي بدي إياه. الزواج هو برجع بقول المادة هي ضرورية ولكنها مو حاجة أساسية بالزواج. الزواج في تفاهم، الزواج إذا كنتي أنت مرتاحة ماديا ولكن شريكك ما عم بيفهمك، ما عم بتفهم مشاعرك، ما عم بتفهم أفكارك، ما عم خليكي تكبري. الزواج الصحيح هو يخليكي تكبري وهو يكبر معك، هون بحيصير في عنا مشاكل كتيرة وممكن تفضي للطلاق. طيب ممكن. كمان اليوم الوضع الاقتصادي ودى لحالات طلاق كتير يعني. تمام. أحد الأطراف ما تفهم الولد يعني ما قدر يتحمل، خلينا نكون واقعيين أكثر يعني. نعم. أنا اليوم أي صبية أو شاب بده يروح لخطوة الزواج، نحن اليوم ما فينا نقول أنا على هذا المعيار رضيت، خلينا نقول بالعام رضيت. صحيح. فيه ما في شيء ثابت يعني، كثير بنكتشف حالات ثابت بعد الزواج، في شغلات ما بتبين معنا قبل،
يعني مثل ما قلنا يعني انه البنت بتحاول تظهر شو عندها احلى شيء والشاب كذلك. خلينا عم نحكي بسطحيه، هيدا المفهوم هو ضروري ولكنه مو جوهر الزواج. تمام. نعم كثير حلو انه يكون عندي ماده، نعم كثير حلو انه تكون بنت حلوه او شاب حلو، ولكنه مو اساسيات الزواج المستمر. انا لما بدي اطلع على الزواج في معايير، نعم هدول ضروريه ولكن في شيء جوهري اكثر. هدول معايير ثابتين لا ما لهم ثابتين. ليش يعني. لانه مو هي مشكله، انه هي مشكله بحد ذاتها. ليش ما لهم ثابتين؟ لانه بتتغير من شخص لشخص. تمام. انا لما بدي اقول لصبيه او لشاب بده يتزوج بقول له انت هذا الشريك عنده ايجابيات وعنده سلبيات، هل انت قبلانه بايجابياته وسلبياته؟ انت قبلان انه هاي السلبيه تعيش معها طول العمر؟ لا تقول لي بعدين بغيرها، ما بتتغير. لا تقول لي انه انا بغيرها خطوه بخطوه. في شغلات بتتغير وفي شغلات مستحيل تتغير، هي طبع. في امور صحيح. لازم من معايير اختيار الزوج خليني او شريك الحياه، خليني اقول في معايير اربعه انا لازم اتجنبها. ما راح اقول لك شو هن المعايير اللي لازم اختارها، الصدق والامانه والاخلاص ويحبني، هدول كثير كثار. ولكن لما بدك تشتغلي انه بلش انا اني اختار شريك الحياه الزوج، اني انا اول شيء ابتعد عن مفهوم المشوه للزواج مثل ما قلنا قبل شوي، يكون اهدافي للزواج اهداف صحيحه وليست خاطئه. انا ما بدي اتزوج لحتى بس اجيب اولاد، ما بدي اتزوج لانه قطار العمر مر، ما بدي اتزوج لارضي امي وابي، انا بدي اتزوج لاستقر. كثير مهم اني اتجنب الشغلات الاربعه اللي عند الشريك اللي هو المستبد المتعالي. هذا اذا كان شريك حياتك لمستقبلا في فتره خطبه اكتشفتي انه هو مستبد ومتعالي، فبينكشف بفتره الخطبه. طبعا كل شيء بينكشف بفتره الخطبه. طبعا بينكشف وبسهوله. كل ما كان عندنا وعي، قلت لك انا كل ما كان عندنا وعي اكبر كل ما كنا بنكتشف هي الشغله. وفكره المستبد المتعالي مظاهره بالدغري بتبان. اول شيء بتبان بتعامله مع اهله. تمام. كيف بيتعامل مع اهله البنوته؟ كيف عم تتعامل هي الصبيه مع اهلها؟ هل ترى بسوء بالفاظ او ونفس الشيء الشاب اذا عم بيعامل اهله بطريقه سلبيه، معناته اكيد بالمستقبل حيتعامل مع شريك الحياه بطريقه سلبيه. كمان ممكن ما بيحب ثقافه الاعتذار، ما بيامن فيها. يعني هي الاعتذار انا وين بدي اصرفها؟ اسف حبيبي، وين بدي اصرفها؟ ما بيامن فيها. زائد انه بياخذ قراراته بدون ما يشارك حدا فيها. هي ايجابيه لحد معين ولكنها سلبيه كثير، اني انا شارك اخذ راي امي ابي، اخذ راي اصحابي، اخذ راي الشريك، هذا كمان ما بيعمله. فهون بيبين كثير انه هو دائما متفرد بالقرارات، هو دائما سلبي بتعاطيه مع العالم، ما بيقبل كلمه اعتذار، بده شيء مقابل إلى مادي. فهذا لازم تحذر الصبيه وحتى الشاب يحذر من هالشخصيه. في شخصيه الاناني بتبين من ايام الخطبه. شخصيه الاناني انه انا بتلاقي لهذا الشخص انه انا بدي احتياجاتي حتى لو على حساب الشريك، حتى لو امنه وسلامته ما في اشكال. زائد انه انا ما بتحمل شريك حياتي بلحظات الضعف، مرضت مثلا زوجته او هو فقير او ما بيعطيه هالاهتمام لما بيكون في فترات الضعف. ما بتحمل مسؤوليه؟ لا ما بيهتم، ما بيحسن يتحمل مسؤوليه لانه هو اناني، هو بده كل شيء لإله. فبالنهايه اكيد حتفضي انه عدم تحمل المسؤوليه. هل قد بتعطي نسبه انه اليوم موضوع الزواج هو يكشف بعد الزواج؟ موضوع الزواج بيكشف بعد الزواج؟ نعم يكشف كثير. يعني كتير. هلا فينا نقول نحن 60 هلا 60 فنحن ما اليوم ما انا قادرين نعول على هدول الاساسيات والشروط لا انا بحسن اعول قدر الامكان. هلا اذا انا شفت شريك الحياه انه هو عنده صفات الانانيه وكمل معه فهذا المشكله صارت. احيانا الحب اعمى بيكون، بتروح الصبيه على مبدا انا حغيره، انا ما عم بقول لك انا ما بيتغير. في شغلات خطوه بخطوه بتتغير، في شغلات ممكن تغيريها، ممكن شغلات تتقبليها، ولكن هدول الامور ما بيتغيروا مع الشخص. فاما بتدخلي هالعلاقه انت بتتحمليها وبتقولي انا لما بكبر انا وهذا الشخص بحسن اتحمل هالسلبيات، او لا تدخلي هالعلاقه. بيخلص العمر وبتروح الصحه والطاقه والولول. صحيح. أو هو لساته مثل ما هو. تماما. مشان هيك عم بقول لك هدول العادات وهدول الناس لا تدخلي معهم بعلاقه، تجنبي لانه ما رح يتغير. شو ما عملتي ما رح يتغير. او اذا انت مثل ما قلتي الحب اعمى، انت يعني كامل المسؤوليه تلقى عليك انك انت قادره تتحمليه طول العمر، قادره يكون قبل اطفالك ويتحمل بهالسلبيات اطفالك وانت طول العمر. فتخيلي هذا الشيء، لا تتخيلي او تاخذي قرارك بلحظه انيه هلا. تخيلي انك عم تاخذي هذا القرار للمستقبل لبعد 10 سنين و20 سنه، هل انت قادره انك تتحملي ولا لا؟ هون الجواب بيصفي عند الشخص. بهذا الوقت ما حدا عم يتحمل حدا، لا تقولي لي هو قرار. عم شوف حالات طلاق كثير صارت. هلا في كمان شيء لازم نتجنبه، هو الشخص السلبي.
دائما بتطلع على السلبيات، دائما بتطلع صاروا هلا بتطلع على النقص. اكيد انا لازم اتجنبه. انا اذا بدي فوت بعلاقه وافضي فيها بالاخير للطلاق، لا انا رجعت مو من الصفر، رجعت لبعض الصفر. فالافضل اني انا ما اتزوج. برجع بقول ما تتزوجي لانه عليكي ضغط، انك انت عانس فات عليك القطار. تزوجي لتختاري شريك حياتك بملء ارادتك، مو مضغوطه عليك لتختاري. اذا عملتي هاي المواضيع حتخفف كثير نسبه لا قدر الله الفشل بالزواج. وفي اكيد في مشاكل بالزواج نحن ممكن نتنازل عنها، نحن ممكن نتخطاها، وانما في شغلات ما بتقدري ما تروح لموضوع التنازل. كمان مشكله يعني فيما بعد بصير عاده، ممكن يعني ممكن تنصهر الشخصيتين مع بعضها، ممكن بالاخير تفضي لانه انا ما عاد مو طيق الحياه، ما عاد طيق نفسي، حتى حاسه حالي اني انا السيئه مو هو. فالفكره اني انا يا بتطلق يا اما بدي اكمل العمر كلياته وانا غير سعيده. خليني احط بين قوسين، كل الصبايا وكل الشباب بيحطوا انه في سعاده مطلقه للزواج، ما في شيء اسمه سعاده مطلقه. او مثلا بيقولوا انا ما باخذ شريك حياتي غير عن حب، ما في عن حب او عن قناعه. انا لازم اشتغل بعقلي، لازم اشتغل بعقلي وعاطفتي، لازم يشتغلوا مع بعض بنفس التوازي. لحتى يمشي انه يكون هذا الزواج زواج ناجح وسعيد. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير اليوم مريم لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بدنا نتمنى هيك السعاده للكل والنجاح، وتخف هدول النسب اللي عم نشوفها تصدر عن المحاكم الشرعيه. احنا بدنا وعي، محتاجين للوعي عزيزتي، محتاجين لتاهيل قبل ما قبل الزواج قبل ما نتزوج. محتاجين نتحمل بعضنا وخصوصا بهاي الفتره يعني. صحيح، لازم نعرف الاخر كيف بيفكر، يعني هذا اهم شيء، ونعرف نفسنا كيف بنفكر حتى أكيد. نعرف نختار صح. شكرا لوجودك، ان شاء الله هيك لنا استضافات ثانيه بصباحات ثانيه. أهلا وسهلا.